السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة خلينا التحويل للأنظمة أو النظام الثنائي. قلنا النظام الثنائي هو يتكون من حالتين، يا صفر يا واحد. فخلينا في النظام الثنائي أن يتم تحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري، وبعدين من العشري إلى ثنائي. طبعا النظام الثنائي الأساس متاعه هو الصفر والواحد. يقصد مي لما يقول لك نظام ثنائي معناه الباينري سيستم، يا صفر يا واحد، مش أكثر من صفر، مش أكثر من واحد ومش أقل من صفر. كذلك النظام العشري. النظام العشري نحن في الحياة اللي هو شنو؟ الأرقام العادية مثل واحد كذا، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. بس الأساس متاعه كم؟ اللي هو من صفر إلى تسعة. ضروري تحفظا من صفر إلى تسعة. يقصد به لما تحسب الأعداد صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، هذين عشر أرقام. يقصد به مسمينه نظام عشري لأنه هو يتكون من عشر أرقام من صفر إلى تسعة. أي رقم موجود في الحياة ما يطلعش من محصور ما بين الصفر والتسعة. أي رقم لاحظ أن كونه توا، نقوله مثلا مليار، تريليون، ألف، مليون، كذا، هذين كلهن شنو؟ ما يطلعش من صفر إلى تسعة. فنحن خلينا كيف نحول من الثنائي إلى العشري وعشري إلى الثنائي. نجو تكملة المحاضرة السابقة، نجو المثال الأول. تخيل عندي مثال هذا اللي هو صفر واحد صفر واحد. فلما يجيك في الامتحان نقول لك مثلا حول الشكل هذا، طبعا اللي فوق هذين توضيحية، بس الامتحان يجيب لك في الشكل هذا. هذا مش معناها 1010، لا، هذا 0101 هو نظام ثنائي، بنحوله من الثنائي العشري. شنو ندير في البداية؟ طبعا نبدأ من الجهة اليمين إلى الجهة اليسرى. أولا ندير فوق مثلا واحد، بدايتها واحد، كل مرة نقدر نضرب في اثنين. اثنين في الواحد باثنين، اثنين في اثنين باربعة، اثنين في الاربعة بثمانية. خلاص ما عادش في حاجة أخرى، لأن هنا لدينا كم؟ أربع أرقام. كان في حاجة أخرى كيف بحكينا بناء على المحاضرة السابقة، نبدأ نضرب في اثنين. نجو بعدها شنو نديرو؟ اللي كانها شنو؟ اللي تحت صفر ما ناخدهاش. مثلا فور إكزامبل صفر، كان صفر في العدد، هنا تحت صفر ما ناخدهاش، ناخد واللي تحت واحد ناخده. الواحد فوق كم؟ اثنين، نزلت اثنين، هذه صفر نزلت صفر، وهذه ثمانية خلينا ثمانية. معناها اللي تحت واحد ناخدها، اللي تحت صفر ما ناخدهاش، معناها خلينا اثنين وخلينا ثمانية. تو شنو ندير؟ نجمعها مع بعضا، يجي ثمانية زائد اثنين هو عشرة. هذين طبعا تحصيل حاصل، ديرهن او ما ديرهنش في الامتحان. مثلا ديرهن ثمانية زائد صفر زائد اثنين، اتس اوكي، تمام، كم ما درتهاش تمام. المهم تطلع لي كم؟ عشرة. معناها هذا النظام الثنائي يطلع لي عشرة بنظام العشري. نجو العكس، في حالة أنا مثلا نبي نحول من نظام عشري إلى نظام ثنائي، مثال هذا. طبعا هنا لما يقول لك 87 قوسين 10 معناه هذا الرقم شنو؟ عشري. لأن في لقدام مرات أنا علش نحدد أنا نقول 10، مرات أنت تقول أوريدي هو هذا نظام عشري، لا، ما في عندنا أنظمة أخرى. بعدين نأخذ النظام السادس عشر، فالسبعة ثمانين ممكن هذه نقدر نتق نظام ثنائي أو نظام، أو قصدي نظام عشري أو نظام سادس عشر. لما أقول لك عشرة معناه هذا النظام عشري، تمام. في النظام العشري كيف نحوله إلى نظام ثنائي؟ شنو ندير هنا؟ كيف ما حكينا نقسم على اثنين. شنو السبب تقسيم اثنين؟ لأني بنحوله إلى نظام ثنائي. نقسم على اثنين، كان طلع باقي القسمة مثلا نقول 10 قسمة 2 كم تطلع فيها؟ يطلع فيها 5، عدد صحيح. معنى الباقي القسمة الريميندر هذا يطلع لي 0. كان العكس، مثلا طلع لي 5 قسمة 2 كم فيها؟ 2.5، صح؟ معنى 2 وندير باقي القسمة كم؟ 1. معناها نقسم، لأن الريميندر أو الباقي هذا اللي هو 0 1 هو في الأخير بك اللي يطلع لي هو تحويل العدد من عشري إلى ثنائي. نجو توا مثلا 87 قسمة 2 كم يطلع فيها؟ يطلع فيها 43.5. فنحن شنو ندير؟ درنا 43 ودرنا هنا كم؟ باقي قسمة 1. نجو 43، 43 قسمة 2 كم يطلع فيها؟ يطلع فيها 21.5. فنديروا نحن 1 وناخذ العدد الصحيح اللي هو 21. following نبدا شنو في القسمة اللي بعدها؟ 21 قسمة 2 تطلع فيها كم؟ 10.5. فناخذ نكتب مثلا 10 وندير مثلا هنا 1. جينا ال10، ال10 قسمة 2 كم فيها؟ يطلع فيها 5، صح؟
خمسة هذا صحيح، هذا ليش درنا هنا الصفر. وبعدها ناخذ الخمسة، خمسة قسمة اثنين يطلع فيها كم؟ اثنين ونص، فنديره اثنين والباقي واحد، النص طبعا واحد. نجو اثنين، اثنين قسمة اثنين كم فيها؟ فيها اثنين صحيح او واحد صحيح، فنديره واحد ندير الصفر. نجو الواحد، الواحد قسمة اثنين ما تصحش، او بمعنى انه خلاص وقف القسمة بتاعي لان الواحد ما تصحش او يطلع فيها نص، فندير دغري هنا واحد. عندي طريقتين، طبعا هذا الصفر واحد هو التحويل من عدد من عشر الى ثنائي. عندي طريقتين، كان بدينا حكينا على المحاضرة السابقة، كان بديت من اسفل الى اعلى فنبدأ من اليسار الى اليمين، وكان بدينا من اعلى الى اسفل نبدأ من اليمين الى اليسار. معناه كان خلينا نبدأ نحن كان بدينا من اعلى الى اسفل، فناخذ هذه من اليمين اليسار، واحد 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 صفر واحد صفر واحد. كان العكس، نبدأ من اسفل الى اعلى، فالارقام من اسفل نبدا نحط فين شنو؟ من اليسار. نجيب مثلا مثال اخر. المثال هذا نفس العمليه، كيف نحول العدد هذا من النظام الثنائي الى العشري، من النظام الى الثنائي الى كم؟ الى عشري. تمام، طبعا ان شاء الله لما تلاقوا مع بعضنا في المحاضره تو نشرح هذا بالتفصيل. طبعا بعد اسبوعين ان شاء الله في امتحان جزئي، فنحدد لكم نزل لكم الاعلام، نحدد لكم المواقع او المواضيع اللي خشات في الامتحان الجزئي. خلينا نرد المحاضره توا. مثلا العدد هو 1 1 0 1 1 0 0 1. تمام، العدد هذا كيف نحوله من ثنائي الى عشري؟ تمام، فنش نديرو كيف ما حكينا، اولا نبدا نديرو 1 2، 1 في 2 ب 2، 2 في 2 ب 4، 4 في 2 ب 8، 8 في 2 ب 16، 16 في 2 ب 32، 32 في 2 ب 64، 64 في 2 ب 128. شنو السبب لعند 128؟ لأن ريتو هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. معناها كل مرة نضرب في كم؟ في 2. تمام. بعد الخطوة الثانية شنو نديرو؟ الخطوة التالية أو الثانية نبدأ ناخذ الأعداد اللي تحتها 1. مثلا هنا هذه واحد، معناها خدينا الواحد وخدينا اثنين المفروض، وخدينا الثمانية، وخدينا الستاش، وخدينا المية وثمانية وعشرين، مجموعا طلع مية وخمسة وخمسين. تمام، معناها شنو ندير نحن كما حكينا؟ اللي تحت واحد ناخده كأن هذا خدينا الواحد، واحد زائد واحد باثنين، معلش، واحد زائد اثنين بثلاثة، ثلاثة زائد ثمانية 13، 13 زائد 16 29، 29 زائد 128 يطلع 155. لحظة معلش خلينا لا 3 زائد معلش 3 آسف 3 زائد 8 اللي هي 11، 11 زائد 16 اللي هي 27، 27 زائد 128 155. تمام، هيك 155 صح. فكيف ما حكينا، أول ما نبدأ في المثال نبدا شنو ندير هنا؟ ضروري انك نحدد فوق، نبدا ندير بدايه واحد وكل مره نضرب في اثنين. نوقف امتى؟ لما معش يقعد عندي هنا اعداد ثنائيه، فنقعد 2 في 2 ب 4، 4 في 2 ب 8، 8 في 2 ب 16، 32، 64، 128. معش في هنا واحد شنو يصير؟ او زيرو او عدد ثنائي، ما نبداش نضرب في اثنين. وبعد الحاجه الثانيه نبدا ناخذ الاعداد اللي شنو؟ اللي تحتهن واحد. عادي انت مثلا تقدر هنا تاخذ الواحد صفر، بس شنو كانها اللي تحت صفر تنزل صفر، لكن اللي تحت واحد ناخذ القيمه نتاع اللي فوق. مثلا هنا 16 قيمتها واحد، تحت ناخذ 16، 8 نزلت 8، لكن هنا صفر، كان صفر في 4 تنزل صفر كيف ما هي. نجو توا المثال الثاني هو العكس، هذا تحويل من عشري الى ثنائي. تحويل من عشري الى شنو؟ الى ثنائي. العدد هو 156، 100 وكم؟ 56. كيف ما حكينا، قلنا نقسمه، كان طلع لي عدد صحيح باخذ قسمه على 2 نديروا الريميندر او الباقي زيرو. تمام، 156 قسمه 2 يطلع فيها 78، فهنا نديروا الصفر وناخذ 78 لان الباقي، لان طلع لي عدد صحيح. نجيب 78، 78 قسمه 2 طلع فيها كم؟ صفر، والعدد صحيح 39، 39 قسمة 2 كم يطلع فيها؟ يطلع 19، نديره 1 والعدد هو 19، 19 قسمة 2 حتى بالآلة الحاسبة نديرها، 19 قسمة 2 يطلع فيها كم؟
واحد والعدد صحيح يتم تسعة، تسعة قسمة اثنين فيها الواحد والعدد صحيح أربعة، أربعة قسمة اثنين يطلع فيها الصفر لأن أربعة قسمة اثنين يطلع فيها اثنين، فنديروا اثنين وصفر، اثنين قسمة اثنين يطلع فيها واحد العدد صحيح ونديروا صفر، واحد قسمة اثنين ما تصحش فناخذ الأعداد من لوطة إلى أسفل، فيجد العدد كأن المفروض أنها كان بدينا من اليسار يجد واحد أو بدينا من الأسفل يجد واحد صفر صفر واحد 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 صفر صفر جهة شنو اليسار إلى اليمين. الحاجة الأخرى كانت في الامتحان تستخدم آلة حاسبة، شنو ندير لما نستخدم آلة حاسبة؟ لما نستخدم آلة حاسبة نقسم مثلا 100 وخليني نشوف لكم هنا، خليني نوضح لكم بالضبط، نجي هنا نطلع الكالكوليتر الآلة الحاسبة مثلا هنا الكالكوليتر نتاعي الآلة الحاسبة كاني قاعد في امتحان تو معايا آلة حاسبة. مثلا نقولوا نحن عندي 156 قسمة 2 طلع لي 78، ما طلعش فيها كسور، معناه هذا يجي 78 باقي القسمة كم؟ 0. 78 قسمة 2 طلع فيها كم؟ 39 عدد صحيح، معناه باقي القسمة هنا طلع كم؟ 0. نجيو 39، 39 قسمة 2 كم يطلع هنا؟ ريتو هنا 19، النص هذه يعد كم هنا؟ يطلع فيها 1. خلاص دينا 1، نجيو القسمة الجديدة ما نديرش 19 ونص، لا ندير 19 بس، ندير 19 قسمة 2 طلع فيها كم هنا؟ 9 ونص صح؟ ناخذ التسعة والباقي القسمة نديرها 1، ما نجيش الغلطة إني ناخذ بعدين نجي هنا نكتب 9 ونص قسمة 2 يطلع لي غلط هكي، يطلع لي 74%، لا خلينا ناخذ الأربعة كيف ما هي. شنو السبب؟ مرات أنت تقول لي يا أستاذ مثلا طلعنا الأربعة و خلينا مثلا تمام 4 ودنا باقي قسمه 1، بس انت لما تجي هنا تكتب 4 و75 تقسم على 2 من جديد ما يطلعليش مثلا، المفروض تطلع 2 و0، لا يطلع 2 وباقي قسمه مثلا غلط. فانا عددنا 4 ودنا باقي قسمه كم؟ 1، بعد خلينا ال 4 بس قسمه 2 يطلع لي هنا كم؟ 2 والباقي 0 وهكذا. قصدي لما تجي تبدا تستخدم في الاله الحاسبه هذه حاول انك شنو تاخذ العدد الصحيح والباقي القسمه نديرها 1، لما تجي كان فيها كسور جيد مثلا تبي تقسم جيد ما تاخذش العدد الصحيح مع الكسر، لا تاخذ العدد الصحيح فقط بدون شنو بدون كسور.